السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 500 بعد تسجيل 40 إصابة جديدة. تأجيل النظر إلى يوم غد في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. توقياً من فيروس كورونا، الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتخذ إجراءات استثنائية لتأمين خدمات للمضمونين الاجتماعيين. نستهل النشرة بآخر مستجدات الوضع الصحي. أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس وصل إلى 495 حالة بزيادة 40 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 18 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة. وبيّنت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد. 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها اليوم وزارة الصحة، وذلك بتاريخ 2 أفريل الجاري إثر القيام ب 606 تحاليل مخبرية، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 18 وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة. وفي إطار المتابعة الحينية للوافدين، أكدت الوزارة أنه تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19025 شخصاً للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و 1655 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتونسيين المقيمين بالخارج، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن وفاة 40 تونسيا بفيروس كورونا في فرنسا وخمسة آخرين في إيطاليا، مؤكدة أن ترحيل الجثامين أمر يكاد يكون مستحيلا في هذا الظرف الصعب، مما دفع البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى التوصية بدفن المتوفين في المقابر الإسلامية، على أن تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بصفة استثنائية بكل مصاريف دفن. ولمزيد تسليط الضوء على تطورات الوضع الوبائي في صفوف الجالية التونسية المقيمة في الخارج، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد براوي الإمام، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية. سيد الإمام، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. هل من أرقام محينة لعدد التونسيين المصابين بفيروس كورونا في الخارج إلى حد الآن؟ لا، يشوف بالنسبة للأرقام، عدد المصابين ليس من السهل تحديدها. أنا نحب نبدأ بحاجة إيجابية، نحب نبدأ بالأحياء. عنا أكثر من 1,400,000 تونسي الحمد لله حالتهم مرضية، فما تقريب سجلنا عدد الوفيات 45، 40 في فرنسا حسب المعلومات المتوفرة اللي بعثتنا القنصلية، وخمسة في إيطاليا. عدد المصابين يمكن نقدرهم بالعشرات، لأنه المسألة صعيب تحديدها باعتبار أنه العائلات ما تعلمش البعثات، ثم أنه حتى كي نتصلوا بالمستشفيات يعني تعرف أنه يتجنبوا الإدلاء بمعطيات شخصية نتاع المرضى نتاعهم. نعم. ولكن احنا نتابع عن طريق الجالية نتاعنا، عن طريق الجمعيات، عن طريق شبكة الجمعيات والصداقات الموجودة عندنا في مختلف الدول. طيب سيد الإمام، كيف تتعامل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع العائلات والأفراد الذين أصبحوا في وضعيات هشة، والطلبة الذين غادروا ربما المبيتات الجامعية بسبب إغلاقها؟ وهل لديكم الإمكانات اللازمة لتقديم المساعدة المادية والنفسية للإحاطة بهم؟ احنا عنا الامكانيات كيش يقولوا حاضرين ومجندين، كل بعثاتنا موجودة في الخارج وتخدم في شكل ديسالير دو كريز، يعني خلية أزمات تقريب في كل أنحاء العالم، وموجودة للإحاطة بالجالية التونسية أولا وبالشرائح يعني الضعيفة أو الهشة. شوف، الجالية نتاعنا التونسية البرة المقيمة وفي إطار قانوني تتمتع بالإجراءات الاجتماعية اللي أخذوها بلدان الاعتماد،
ولكن رغم هذا فما بعض الأفراد أو بعض العائلات اللي يطلبوا وضعيتهم تدخل العاجل من بعثاتنا، وبعثاتنا عن طريق الملحقين الاجتماعيين قاعدين يقوموا بالواجب تجاههم. كذلك بالنسبة للطلبة نجم أكد لك أنه في أكثر البلدان خاصة نحن عنا معنا تركيز كبير من عدد الطلبة في أوروبا، اليوم تقريبا شبكة من الجمعيات وأفراد من المواطنين التونسيين الموجودين يعني في فرنسا في إيطاليا في ألمانيا وفي غيره يخدموا بالتنسيق مع البعثات التونسية لتقديم يد المساعدة للطلبة اللي معناها اليوم يجدوا أنفسهم في وضعيات حرجة. الإمكانيات نتاع بعثاتنا ماهيش كبيرة بالرغم أنه الحكومة أقرت اعتمادات إضافية مؤخرا حتى يتمكنوا البعثات نتاعنا من الاستجابة لطلبات والحاجيات نتاع الشرائح ضعيفة، وخاصة اهتمامنا متجه إلى الطلبة، وإن شاء الله بقدرة ربي ربي يوفق الجميع. وعلى كل حال قدرة الله ما فما حتى حد يبقى في حاجة إن شاء الله إلى يكون محتاج يعني. طيب عدد من التونسيين ما زالوا عالقين في الخارج، هل تمكنتم من حصر عدد العالقين وكيف سيتم إجلاؤهم بعد أسبوعين تقريبا من تعليق الرحلات الجوية؟ عنا حصر دقيق لكل التونسيين الموجودين في الخارج. نحب نطمن يعني كل التونسيين الموجودين تقريبا في كامل أنحاء المعمورة إنه نحن على علم بهم، والأعداد تم حصرها ولكن فما إشكاليات عديدة لأنهم فرقين في عدة دول، وفما في بعض الأحيان تلقى واحد واثنين في دولة واحدة يعني تقريبا في كل القارات. على كل حال حتى التو تم بجهد وطني لأنه العملية الإجلاء ليست من مشمولات وزارة الخارجية واحدة ولكنها من مشمولات عديد الأطراف المدخلة تحت إشراف رئيس الحكومة وبحرص من السيد رئيس الجمهورية. حتى التو تم إجلاء قرابة 7600 تونسي، مازال عندنا تقريبا 2200 تونسي موجودين عالقين، ولكن فما مستجدات إضافية باعتبار أنه عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة مثلا في ليبيا أو في إفريقيا أو في بعض دول الخليج انتهت عقودهم وانتهت مهامهم، وبالتالي عبروا على رغبتهم في أنهم يعودوا لتونس، وهذا للأمانة وبكل صراحة يزيد يعقد شوية من المسألة لأنه المسألة تتطلب برشا لوجيستيك، طلب إجراءات، وخاصة الالتزام بالإجراءات الصحية اللي تم اتخاذها. نعم سيد بوراوي الإمام مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية، شكرا لك على هذه المعطيات. وفي علاقة دائما بموضوع الإجلاء، تم إجلاء عدد من التونسيين العالقين على الجانب الليبي من معبر راس جدير الحدودي، وتم توزيعهم على مراكز الإيواء ب14 ولاية. في معبر راس جدير الحدودي انتهت عملية إجلاء عدد من المواطنين التونسيين العالقين على الجانب الليبي من المعبر بعد استيفاء كل الإجراءات الصحية والإدارية لهؤلاء العائدين من ليبيا من قبل مختلف الأطراف المتداخلة. سجلنا توافد مجموعة من أبنائنا على مستوى المعبر، ونحن تعرفوا أن تونس مثل وحش أولادها ومثل وحش أبنائها، لهالسبب هذا في إطار لوجستيكي تعملت اللجنة بحضور مختلف الأطراف، وتم التنسيق مع سادة الولايات مشكورين تقريبا 14 ولاية اللي وفروا في البداية يعني مراكز متاع الإيواء، وبالتنسيق مع ولاية الجمهورية مشكورين يعني تقريبا 14 ولاية. سجلنا العدد كامل، وجهنا لهم القائمة الإسمية لكل ولاية، خرجت وزارة النقل مشكورة قامت بالدورة متاعها مع وزارة الصحة، بمجرد أن دخول طحم بالتأكيد هناك عمل أمني ما نحكوش فيه، هناك عمل صحي بالتأكيد يعني مع التزام كتابي من طرف مختلف الأطراف هذوما بضرورة الالتزام في المراكز المحددة من طرف سادة الولايات. اليوم صباح والحمد لله يعني العملية كللت بالنجاح، تقريبا أكثر من 10 كيران توجهوا المختلف يعني أنحاء الجمهورية. عملية ساهمت في إنجازها أيضا عدة منظمات وجمعيات من تونس وليبيا تجسيدا للعمل المشترك بينهما. وأيضا مع ذلك عندنا مازال عندنا مجال مواطنين غادي هنا. شنو المطلوب؟ المطلوب هو أن ما يلزمناش نغلطوا الغلطة اللي غلطناها مع في الوافدين من أوروبا ومن تركيا ومن الدول الأخرى، لكن بالمقابل أيضا يلزمنا ننظر ليبيا على أساس أن وضعية يختلف فيها العامل على بقية الدول الأخرى للهشاشة الوضع والوضع.
نعم. ويبقى مع ذلك بحسب كل المتدخلين بقاء التونسيين في بلدان إقامتهم الحل الأمثل في هذه الفترة للمساعدة في تجاوز خطر انتشار فيروس كورونا ببلادنا. وصلت إلى تونس فجر اليوم طائرة محملة بمستلزمات طبية في شكل هبة أرسلتها الصين للمساعدة على مكافحة جائحة كورونا. وتضمنت هذه المساعدات بدلات حماية طبية موجهة إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث سيتم تخصيصها للإطارات الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. وحضر تسلم هذه الهبة كل من سفير الصين بتونس وانغ وينين ومدير عام الصحة العسكرية بتونس أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. كيف يقضي التونسي أيام الحجر الصحي وأي تأثير لنمط الحياة الجديد على الجانب النفسي والاجتماعي؟ ولكن قبل ذلك وفي جلسة عامة عن بعد في مجلس نواب الشعب لم يتم النظر في مشروع القانون المحال من رئاسة الحكومة والمتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بعد طلب رئيس الحكومة تأجيل النقاش إلى يوم الغد. الفرز إذا كان حضرت نتائج التصويت أو نتائج فرز عملية التصويت عن بعد. هكذا كان الحال في الجلسة العامة اليوم بعد أن تم إقرار أن تكون عن بعد ضمانا لسلامة النواب بعدد من الولايات بسبب الحجر الصحي الشامل الذي تعيشه البلاد بعد انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعقيدات فنية وتقنية تخللت كامل ردهات الجلسة بسبب حداثة التقنية المستعملة والتطبيق الحديثة من قبل فني وتقني مجلس نواب الشعب. وهذا إنجاز يعتبر على الأقل في الظرفية هذه حاولنا نستعمل التكنولوجيا، حاولنا نعطي احتياطات صحية باش على الأقل نحمو موظفي المجلس، نحمو كل الناس الزوار على المجلس. غياب الشفافية، غياب نزاهة التصويت، غياب الدقة، غياب السرعة، وغياب عنصر الصحة اللي بين عليه الجلسة هذه. فقط حبيت نسجل التاريخ أو كسجل باش تعرف سيد الرئيس اللي أنا كي غبت معلوخة على التصويت كان عندي ألف حق. كان نقول نصبر على بعضنا ولكن مع التهيؤ لتجاوز كل الإخلالات حتى يكون العمل في داخل المجلس أسرع، وحتى نحافظ على سلطة مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية لشعبنا اللي هذيك البنية التحتية الرقمية متاع تونس. هذيك هي عندنا برشا ولايات اليوم كونكسيون فيها تعبة. جلسة ناجحة بعيدة كل البعد عن النجاح، هي تجربة نتعلم منها. تبقى لا سبيل إليه غدوة باش إذا كانت قررت غدوة باش تصير جلسة عامة، لا سبيل إليه إن باش الناس ونفس الطريقة. وكان من المنتظر أن تناقش الجلسة مشروع قانون متعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ طلب تأجيل النظر في المشروع إلى يوم الغد. السيد رئيس الحكومة طلب بإرجاء جلسة التفويض إلى اليوم غد. بطبيعة الحال تفاعلت رئاسة المجلس إيجابيا مع هذا الطلب وقبل وأجل، لذلك تم تأجيل الجلسة استجابة لطلب السيد رئيس الحكومة. مشروع القانون يأتي في إطار الإجراءات التي ستتخذها الدولة بصفة استباقية لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية ولضمان استجابة سريعة من السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول في ظل التطورات التي يشهدها الوضع. الوضع الذي تعيشه تونس ودور منظمة الأعراف في دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني كانت محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. وفند رئيس الدولة خلال هذا اللقاء ما يتم تداوله حول المصادرة، مبينا أن القضاء وحده والقضاء المستقل هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد إلى أن يكون قوة اقتراح وأن يقدم جملة من التصورات تتنزل في إطار وطني تحفظ فيه جميع الحقوق، كما دعاه إلى دعم المجهود الوطني في هذه الظروف مع تفهمه لأوضاع صغار التجار والحرفيين وغيرهم. ومن جهته أفاد سمير مجول عقب اللقاء أن أعضاء المكتب التنفيذي أطلعوا رئيس الدولة عما هم بصدد القيام به عن طواعي من
مجهودات للمساهمة في دعم الاستثمار وفي ديمومة النسيج الاقتصادي حتى يستعيد الاقتصاد الوطني النمو المطلوب كما طمأنوه على رأس المال البشري. تسبب وباء كورونا في إحالة أكثر من 350 حرفي على البطلة، وذلك تنفيذاً لقرار الحظر الصحي الشامل. التزام الحرفيين وأصحاب المؤسسات الناشطة في القطاع لم يكن محل نقاش أو تفاوض، ولكنه عكس أيضاً مشاغل أصحاب المهنة حول ضبابية مستقبل عملهم. هدوء لم يعتده زائر المكان من قبل هنا في أسواق المدينة العربي، وتحديدا بنهج الشواشين لم يبقى من صدى صخب الأصوات سوى زقزقة العصافير وهديل الحمام، ولعلها غابت هي أيضا بغياب أصحاب المحلات وحرفيي الصناعات التقليدية الذين استجابوا لقرار غلق مورد رزقهم من أجل غلق أي منفذ أمام انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. يقولون إن سلامة الوطن وحفظ الأنفس تهونان أمام كل اعتبارات. تشوف مسكرين معناها إذا احنا تو نخدم نهار بنهار، كيما القهوة جية كيما الخضارة، أما لازم باش نعملوا. حتى وقع تفهمنا مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية الإلغاء تأجيل الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية من قبل يخرج القرار نتاع إلغاء التجمعات، وذلك مع إحساس منا بالوضعية اللي تعيشها البلاد، صحة المواطن وصحة الناس قبل كل شيء. وتفيد الإحصائيات أن ما يقارب عن 350 حرفيا أحالتهم جائحة كورونا على البطالة المؤقتة، 50% منهم يعملون في إطار منظم تختلف تصنيفاتهم المهنية وفقا لكيفية مزاولة النشاط. هما تتقسم إلى حرفيين اللي يخدموا بالقطعة، إما يصنع ياخذ شوية مادة أولية ويصنعها وحده ثم يحاول كيفاش يسوقها، أو منتجين يعني منتج تلقى عنده مجموعة من الحرفيين يخدموا معاه يعطيهم المادة الأولية وهم يحولوها له إلى قطاع، وكيف زاد يتحاسبوا مش بالشهرية بالقطعة، يخدموا بالقطعة أنتج له 5 قطاع ولا 10 قطاع ياخذوا حقهم. وثم التجار المنتجات الصناعات التقليدية الكل معناتها ولوا في مشاكل اقتصادية كبيرة. الإجراءات الحكومية الاستثنائية لفائدة بعض الفئات الاجتماعية والمعلن عنها من قبل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تشمل أيضا حرفيي الصناعات التقليدية وتنطبق عليهم نفس الشروط. في الحرفيين محدودي الدخل سيتم منحهم منحة بقيمة إسنادهم منحة بقيمة 200 دينار. بالنسبة للفئة الثانية هي فئة الحرفيين الحاملين للمعرف الجبائي، وزارة الشؤون الاجتماعية ستضع على ذمتهم منصة إلكترونية لتقديم طلباتهم في الحصول على المنح، المؤسسة الحرفية والعمل داخل المؤسسة الحرفية. كذلك سيتم وزارة الشؤون الاجتماعية ستضع على ذمة المؤسسات منصة إلكترونية لتقديم طلباتهم، وتتم الإجابة على الطلبات هذه في غضون 19 يوم. الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية رأت أن هذه القرارات يجب تعزيزها بإجراءات أخرى حتى تتمكن المؤسسات وأصحاب الورشات من توفير السيولة الضرورية تمكنها من صرف مرتبات العمال ومن ضمان استمرارية المؤسسة بعد انقشاع أزمة كورونا. ثم ما يعتبر ما تقول لك خرج في الروج هذيك الفصيلتي كاس، يلزم اتخاذ قرار في تخفيض لزجو أو على القليلة مع تنحيتهم باش ما يكون قرض مثلا يكون عنده 30 مليون في الأحمر يلقى روحه بعد الأزمة عنده 100 مليون يزيد يحل أكثر. تعليق مع استخلاص الكراءات على الشعب التونسي الكل، لأنه الناس سوى حرفي أو مؤسسة حرفية أو حتى إنسان كاري إذا هو مش قاعد يخدم منين باش يخلص الكراء، باش نضمنه على قليلة الناس تنجم تقعد في ديارها على الأقل. الصناعات التقليدية يصنفها الخبراء من أكثر القطاعات التي تتأثر إيجاباً أو سلباً بالظرفية الصحية للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لذا فإن استشراف الحلول واستباقية التنفيذ قد تعيد لأزقة المدينة العربي جلبتها وتظهر معها جمال منتجات تونس التقليدية. التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة كوناك طارق الشريف، وقد تناول اللقاء الإجراءات والآليات المالية لإسناد المؤسسات في هذا الظرف للمحافظة على ديمومة المؤسسة وعلى مواطن الشغل فيها، كما تعرض اللقاء إلى مستقبل الاستثمار في تونس والفرص المتاحة أمام المؤسسات بعد مرور هذه الأزمة. باش تقدم يلزم بعض التسهيلات
تسهيلات ما نحبوش احنا، مش كادوات معناها، هو تسهيلات هذه باش المؤسسه في 3 ولا 6 شهور جايين تنجم ترجعها من البنوك، نخفوا عليها العباء، نخفوا عليها كذلك كل ما هو امبو. الامبو اليوم ممكن اذا كان نوخروه شويه في اخر العام، كذلك حكينا شويه على الامكانيات اللي مش تتاح للمؤسسه في المستقبل. اليوم فما دي زوبورتونيتي اللي مش يتحلوا المؤسسات في تونس، خاصه كل ما هو ميدان الصحه الرقمنا. بخصوص الاستعدادات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي مباشر تم بثه أمس على القناة الوطنية الأولى، قال إن تونس لها ما يكفي من أدوية لعلاج نحو 20,000 مصاب بكوفيد-19، مؤكدا أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الاجتماعية الإضافية لمواجهة هذه الجائحة. في إطار الاستعدادات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي أن تونس لها ما يكفي من أدوية لعلاج نحو 20,000 مصاب بالفيروس، فضلاً عن توفر أسرة الإنعاش وأماكن الحجر الصحي الإجباري ووسائل الحماية الكافية ووحدات تشخيص للمرض التي ستصل تونس الأسبوع المقبل وستمكن من إجراء نحو 400,000 تحليل. تيست مسيف احنا ما زلنا ما بديناش فيه، عاملين كوموند باش يجيونا في ان شاء الله في اقرب في حوالي 400,000. هو سهل، انا عملته، انا بيدي عملته التيست هذا، جابوا لي شانتيون وجربته. ان شاء الله نهار 10 افريل عندنا طياره من الجيش الوطني باش تمشي، ومن بعد باش يجيو تباعا من كوريا يظهر لي باش يجيونا زاد الدواء، معناتها هذا الكلوريكين اللي رغم اللي ما زالت معناتها الاي ام ام تاعو ما فماش، اما ماشيين فيه باش نداويو، لانه ديما قلت لك نرجع ديما للجنه العلميه تقول انه بدا يعاطي النجاعه نتاعو عندنا ما يداوي 20,000. واعتبر رئيس الحكومة أن احترام التونسيين لإجراءات الحجر الصحي الشامل الذي تم التمديد فيه بأسبوعين إضافيين سيجعل تونس تخرج من أزمة كورونا بأخف الأضرار، مؤكدا في سياق آخر أنه تم تخصيص حوالي 10,000 غرفة للحجر الصحي الإجباري بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حاضرين الكل في الكل توا اللي حاضرين 7,500، وانا طلبت من وزير السياحه باش يتصل باكثر اصحاب نزل، واللي نحب نشكرهم بالمناسبه لانه قطاع منكوب وقاعدين يحطوا وهذا بتطوع معناتها وتله نتاعهم، يعني عندنا معناتها بالهلال لاخر جمعه باش يولي عندنا 10,000 للي يروحوا، وللي زاد باش يوليو كوفيد بلس اللي ما يمشيش للسبيطار يلزمهم يمشيو في الحجر الاجباري، اللي نعرفهم مازالوا عالقين في حدود 2,200. وبخصوص المساعدات الاجتماعيه التي اقرتها الحكومه بصفه استثنائيه لمواجهه جائحه كورونا، اعلن رئيس الحكومه عددا من الاجراءات الاضافيه لفائده المهنيين والمؤسسات الخاصه. خصصنا 150 مليون دينار من الاول لكل الاعانات الاجتماعيه، باش نزيدوا 100 مليون دينار اخرين باش يتفرقوا بنفس الطريقه، وتو السيد وزير الشؤون الاجتماعيه يدقق وقتاش وكيفاش والكل. قلت هالجزء نتاع العائلات اللي نسيناه اللي هما متقاعدين الجرايه نتاعهم اقل من 180 دينار باش نعطيهم 100 دينار وعددهم في حوالي 130,000. بالنسبه للشوماج تكنيك مهن وشركات هذوما نفس الشيء، خصصنا احنا 300 مليون دينار باش نخصصوا 100 مليون دينار اضافي. وخرنا للعباد اللي عندها قروض اللي اقل من 1,000 دينار، تو عممناها ب3 شهور للعباد حتى اكثر من 1,000 دينار. من جهه اخرى، اكد رئيس الحكومه تحسن تزويد الاسواق بالمواد الاستهلاكيه، مشددا على ان الدوله ستطبق القانون على الجميع ولن تتسامح مع المحتكرين والمضاربين. منذ تفشي فيروس كورونا في تونس وانطلاق الحجر الصحي العام، تغير نمط الحياة كما أثرت إجراءات الوقاية في مسارات الزمن الاجتماعي، فلا زيارات ولا لقاءات ولا حتى مصافحات. إذن كيف يقضي التونسي أيام الحجر الصحي؟ وأي تأثير لنمط الحياة الجديد على الجانب النفسي والاجتماعي؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها من خلال هذا الروبورتاج. كل شيء تبدل، كل شيء تغير،
حركة الشوارع واكتظاظها، قضاء الشؤون من المحلات والمتاجر، العمل والتنقل واللقاء والمصافحة، نمط حياة مغاير أضحى يعيش على وقعه التونسي مع الحجر الصحي العام وحظر التجول، يبنى على تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، يتأقلم معه البعض بطرق مختلفة. أنا عندي الحجر الصحي يعني في الدار، ونطلع إذا كان عندي قضية نقضها ليه ونروح على راح، مثل ما ياش نتمشى شوية مع الكياس وحدي، لا من معايا كان ناول هواء الطلق، ومن بعد نروح الدار نشد بلايستي والرضا راح، وشي قاعدين القهاوي وقاعدين الحلق مع العباد ما فيها حتى فايد، الانسان يحافظ على بدنه وقاعدين نضر في الواحد. لما انا واحد من الناس كان ما عنديش قضيه التزمت باش هبطت ما نخرج، عندي 3 أيام ما خرجت، وندعي للخويا نطلب منهم باش يلتزموا لمصلحه الناس الكل. يوم الواحد يكون على 20 في جرته، وهذه مش فاهمين، ما عنديش قضيه في الدار. كيف تطلب مني وانا فقير وجعان وتقول لي شد دارك؟ ما معنى هذا؟ ولا تقول لي برا خذ الفلوس بالبوسطه وامشي يشري، وبعد ما مش نعمل التجمع. شادين الدار نطيبوا في الدار، كل يوم تقوم عليه تصبح عليه، ريتم الحياه تتبدل. العبد باش يمرض بعصابه بالهلويس برشا حاجات، الصغار نفسيتهم تعبوا والكبار نفسيتهم تعبوا. تأثيرات على الجانب النفسي والاجتماعي يخلفها الحجر الصحي العام، يقول مختص علم الاجتماع إنها بدأت في التقلص لدخولها تدريجيا في العادات اليومية للتونسي. في البداية كان ثم نوع من الاسترخاء يعني، ونوع من الاستسهال للأشياء في وقت مقبول للغاية، يعني يتأقلم ولا يشد صفه ولا تعلم يعني ياخذ الحذر متاعه، ولا يعني ما يغضبش الناس لما ميسلموش على بعضهم باليدين. وفي يعني ثم إعادة تنظيم وجدولة للأنشطة اليومية للتونسي، معناها بمقاربة النوع الاجتماعي. يعني شفنا حقيقة أشياء رغم مأساة الكورونا، لكن عندها ربما يعني إيجابيات أخرى. ومع تواصل الحجر الصحي العام بالبلاد وحظر التجول، تواصل القوات الأمنية تأمين ومراقبة التزام المواطنين بهذه الإجراءات عبر دوريات أمنية قارة ومتنقلة في مختلف النقاط. الحركية احنا نقدروها ب 10% 15%، اللي هي معناها نسبة القطاع اللي قاعد يخدم باش يعيش العشرة ملايين، كما القطاع البنكي، كما قطاع الماس تاج التسكي، عنده علاقة بالصناعات الغذائية، عندنا فيهم معناها إتا نعرفه، وتم تبليغها للعوان الكل باش يسهلوا لهم مأموريتهم. وضع عام تعيشه تونس كسائر دول العالم تتحكم فيه مستجدات انتشار فيروس كورونا، وجب معه الالتزام بتعليمات الوقاية المبنية أساسا على الحجر الصحي العام، فقد تذيق اليوم ذرعا من هكذا نمط حياة، لكن السحابة تعبر وتنقشع ولو طال الزمن. ومع تشديد الإجراءات الوقائية في البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لا مدارس ولا أماكن للترفيه يذهب إليها الأطفال، ليطرح السؤال عن سبل حماية هذه الفئة من تداعيات الحجر الصحي والتقليل قدر الإمكان من مخاوفهم. نمط حياة جديد فرضه فيروس كورونا المستجد على الصغار كما الكبار، تعليق للدروس وتمديد لفترة العطلة المدرسية، مع ما يتطلبه الأمر من ابتكار لأسلوب حياة جديد دون القطع مع الخيط الرابط بين التلميذ وتحصيله العلمي. أنا طاو قاعدين يبحثون القراية بارديستوس، نقراو نحاول نقسم وقتنا ما بين القرايه واللعب، نعملوا زور رباحنا هكا. الام تقعد عندها دور ولازم تبذل مجهود وتخلق جو للصغير باش ينجم يكمل يقرا دروسه ويحاول خاطر ما تختلف بيان سور القرايه في الدار كل يوم كل يوم عن القرايه في المدرسه معنا. وكما فرض الحجر الصحي نمط حياة جديد على الأطفال داخل أسوار المنازل، فقد انعكس كذلك على سلوكياتهم، مع شعور سائد لدى البعض منهم بالرتابة والحاجة إلى التغيير. عيوني فدت وتوحشت صحابي ونحب نقعد غادي ولم يتخزن شوي. عندي نهاري من الأول نبدأ نتفرج شوية، بدي نقرأ، بدي كان نعمل نرسم ولا كونيكتي شويه. جي غامبو باش ما يقعدوش برشا ديما كونيكتي، توا
زاد سي ديفيسيل باش تفسر لهم كانكم راهم قاعدين في الدار وقاعدين تقراو ميم طون سي با فاسيل باش يفهموها الحكايه هذه. نعطيو الميساج للصغير انه ماهيش عطله ساعه، اول شيء فتره الحجر هذه ماهيش عطله، ولكن زاده ماهيش عقوبه. دونك فساعات فما اولياء قبل ما يخليوش صغارهم يخرجوا خاطر معاقبينهم وكل. دونك الفكره هذه بتات راسخه في اذهان صغيراتنا ويقول لك قعدت في الدار معاقب ويحس المشاعر هذيك ترجع له. نو وللتخفيف من التأثيرات النفسية السلبية لتجربة الحجر الصحي على الأطفال خصوصا، يوصي المختصون بتبادل القصص الإيجابية الباعثة للأمل لتجاوز ما قد يرسخ في ذاكرتهم من صور وأخبار ومشاعر سلبية ارتبطت بالحديث عن هذا الفيروس ومخلفاته. نحاول نركزوا على المظاهر الموجودة توا في بلادنا متاع ناس قاعدة تضحي برويحة، ناس قاعدة تتعاون، فما تضامن، فما مساعدة، فما ناس واقفه لبلادها، فما تضحيه سورتو من طرف الجنود اللي في الصف الاول تو موجودين في البلاد اللي هما الاطباء واللي هما رجال الامن اللي مضحين برويحهم. هذا درس في التضحيه ودرس في العطاء اللي باش يتعطى لصغارنا، وهذا هو اللي باش يرسخ في اذهانهم. هذه الصور الإيجابية التي يجب ترسيخها لدى الأطفال زمن الكورونا قد تكون الحل في مواجهة الكم الهائل من المعلومات والمشاهد الصادمة التي قد تعلق في ذاكرتهم. أيام الحجر الصحي التي نزلت ضيفا ثقيلا على حياة الأطفال تبدو أكثر صعوبة على أطفال التوحد، وللحد من تداعيات الحجر الصحي عليهم اتخذت وزارة الصحة إجراء استثنائيا لفائدتهم. تفاصيل أوفى في النقل التالي لنتابع. سحب فيروس كورونا بساط العناية النفسية التي طالما حظي بها أطفال يعانون من طيف التوحد واضطرابات في النمو في المراكز والفضائيات التي توفر لهم العلاج الوظيفي والنطق والتنمية السلوكية، فأغلق هذه المؤسسات بسبب الحجر الصحي العام توقيا من عدوى هذا الفيروس فرض نمطا جديدا على هذه الفئة التي تأبه أي تغيير في سلوكها المعتاد، وهو ما لم يتهيأ له الأولياء الذين لا يملكون الخبرة في التعامل معهم. هو صحيح انها ما تنجمش تقعد في الدار على خاطر متعوده انها تخرج وكذا، لازمك انت وامها واختها تعودوا تعيشوا اكثر مع بعضكم وتلعبوا اكثر مع بعضكم باش ما تخلوهاش فك الوحده وحدها، باش ما تنعزلش وحدها وتولي تعم. اي تركزوا اكثر على الانشطه الجماعيه. اي اما راهو لازم نعرف اللي ما تنجمش تستوعب بانها ما تخرجش، اما لازمكم انتم تمشيوا في الانشطه الجماعيه اكثر من العاده. هذه عينه من بعض الاتصالات التي يتلقاها المختصون من قبل الاولياء في هذا الظرف الطارئ للحصول على التوصيات اللازمه تعاضدهم في محاوله التواصل مع ابنائهم من المصابين بالتوحد. لي بارون بما انهم مجبورين باش يقعدوا في الدار يقولوا لهم لا، ما يفهموش علاش لا، هذه تولي اضطرابات اخرى تنزيد على الاضطرابات العاديه، يولي اكثر عدائي واكثر انه ما عادش يرقد مليح، ما عادش ياكل مليح، هذا الكل يخلي الاولياء مساكن بما انهم هما ساده محصورين في الدار، عندهم عبء كبير اللي كنا احنا في المركز نعاونهم عليهم ولوا هما متحملين المسؤوليه كامله. جهد مضاعف تواجهه الأسر في ظل الالتزام بإجراءات الوقاية من الجائحة من جهة، وبين تفسير ذلك إلى أبنائهم الذين يفتقدون مهارة التواصل مع محيطهم الاجتماعي فضلا عن ظهور اضطرابات أخرى تحتاج إلى متابعة نفسية خاصة تفرضها الوضعية الحالية. وقتنا ونكونوا أكثر إيجابيين في التعامل مع الصغار، نتجنبوا العنف، نتجنبوا نحاولوا نتصرفوا في الحالات نتاع التوتر، ما نوقفوش الدواء. الحاجة الأولى إعطاء المعلومة للطفل حسب إمكانيات نتاعو، الأطفال المتوحدين ماهمش كلهم عندهم معناتها اضطرابات في النمو الذهني، فما اللي متمدرسين وذكيين برشا، فما المتوسطين، وفما كل صغير حسب إمكانياته نفسروا له. الحاجة الثانية ننظموا الوقت وننظموا الفضاء في الدار، هو محتاج عنده دي ريبير ستابل، دونك في النهار لازم كل وقت عنده باش يعمل فيه حاجة. الفضاء زيد الفضاءات اللي في الدار نحاولوا كل أكتيفيتي نحطها في فضاء، في الكوجينة، في الصالة، في بيت النوم. وإزاء المخاوف من المضاعفات النفسية التي قد يسببها الحجر الصحي اتخذت وزارة الصحة إجراء استثنائيا لفائدة المصابين بطيف التوحد.
يعني اليوم وزارة الصحة وسيد وزير الصحة ماشيين في أن تمكين الأولياء تاع الأطفال المتوحدين من وقت معين للي باش ينجموا يخرجوهم وينجموا ينفسوا عليهم في اليوم، وهذه حاجة إيجابية، لكن هي لازم استعمالها بصفة مضبوطة على خاطر الدعوة تبقى دائما شد دارك، على خاطر هي الوسيلة الأساسية لحمايتنا الكل. وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي تم إحيائه في خضم أزمة في الصحة العامة التي لم يشهد لها العالم مثيلا، تدعو منظمة الأمم المتحدة الحكومات إلى تحمل مسؤولية مراعاة الأشخاص المصابين بالتوحد ووجوب الاستمرار في إتاحة نظم الدعم اللازمة لبقائهم في بيوتهم ومجتمعاتهم المحلية طوال فترات الأزمات. في إطار التوقي من فيروس كورونا، وضع الصندوق الوطني للتأمين على المرض خطة اتصالية تضمنت اتخاذ عدة إجراءات استثنائية لتأمين حد أدنى من الخدمات للمضمونين الاجتماعيين. أوفى عن هذه الإجراءات في الروبرتاج التالي. التمديد في أجل بطاقات العلاج المنتهية صلاحيتها موفى السنة الفارطة إلى غاية نهاية الشهر الجاري من بين الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمين على المرض. قرر التمديد في أجل بطاقات استرجاع المصاريف ومطالب التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة، كذلك مطالب المنح النقدية المتعلقة بمنح المرض والوضع. كذلك تقرر إعفاء كل المضمونين الاجتماعيين من ضرورة يعني تجديد مطالب التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة لـ PCE. ينجم يمشي ياخو الدواء من الصيدلية ويعمر بطاقة استرجاع مصاريف عادية ويقدمها للكنام، والكنام تسترجع له أمواله. وتفاديا للمكوث بفضاءات الانتظار وإمكانية التعرض للعدوى، وضع الصندوق ب 62 مركزا جهويا ومحليا صندوقا خاصا وذا أولوية. يعدوا مطلب استرجاع مصاريف أو مطلب خدمة صحية، يحط المطلب التكفل متاعه أو مطلب استرجاع مصاريف متاعه في هذا الصندوق، والكنام تبعث بعد 48 ساعة إرسالية قصيرة تعلموا بمرجع ملفه. هذا وسيقتصر تأمين الخدمات المقدمة من قبل الأعوان والإطارات على الخدمات الاستعجالية والمصنفة ذات أولوية. ثلاثة خدمات أساسية اللي هما: أولا كل المطالب التكفل بالعمليات الجراحية للقلب والشرايين، كذلك كل مطالب التكفل بالأدوية الخصوصية للميديكابون سبيسيفيك ما تستناش، وكذلك كل مطالب التكفل بالأمراض المهنية وحوادث الشغل. هذوما إجراءات استثنائية عمل يقوم بها الصندوق يوميا وفي كل المراكز الجهوية والمحلية. ويمكن للمضمونين الاجتماعيين الاطلاع على مآل ملفاتهم ومطالبهم عن طريق موقع ويب الصندوق أو بالاتصال بالرقم الأخضر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال. مع بدء انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، تنامت المخاوف من عواقبه خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يكافح شعبها وباء كورونا تحت الحصار وعدوان المحتل الإسرائيلي. في ظل الجائحة التي تهز العالم، أصبح العالم المتقدم والنامي أو بالأحرى الفقير متساويا وليس بمنأى عن فيروس كورونا وسرعة انتشاره بين كافة الطبقات الاجتماعية بمختلف مكوناتها ومكاناتها الاعتبارية، بأن الفيروس لا يعرف عرقا أو لونا أو حدودا جغرافية محلية كانت أو دولية. فمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني أهليها الأمرين، فبين سندان سياسة المحتل الإسرائيلي الغاشمة وحصاره الظالم وبين مطرقة فيروس كورونا يصارع الشعب الفلسطيني من أجل البقاء. قطاع غزة كغيره من المدن في العالم الموزعة جغرافيا على كامل الكرة الأرضية
يواجه بدوره وباء كورونا ويواجه نفس المصير، لكن بإجراءات وآليات وفقا للإمكانيات المتاحة المتواضعة تحت سيطرة المحتل الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، وحتى لا يبقى القطاع منعزلا ومعزولا ويئن تحت وطأة الفيروس التاجي. وفي مسعى لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل، بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة بدأت باتباع آلية جديدة لتوزيع مساعداتها الغذائية على المستفيدين من اللاجئين للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. هذه الآلية الجديدة تعتمد على أننا نرسل المواد الغذائية إلى الناس إلى بيوتهم. عدد المستفيدين من توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة حوالي 1 مليون لاجئ فلسطيني يتسلمون منا بصورة منتظمة. هذه العملية ستستمر على هذا المنوال حتى ينتهي التهديد من فيروس كورونا. وباعتمادها هذه الآلية الجديدة تحمل الأونروا رسالة إلى العالم أجمع، شعارها أن مكافحة الوباء قضية مشتركة. وشددت الوكالة على ضرورة أن يتحد العالم بمختلف مكوناته لمواجهة هذه الكارثة غير معلومة المصدر المباشر، إن كان فعلا بشريا أو وباء طبيعيا، والهدف واحد هو كبح جماح فيروس كورونا أو كوفيد-19. فشأن البرلماني صدق النواب في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بالإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وقال وزير المالية محمد نزار عيش إن الفترة القادمة من الناحية الاستراتيجية تنطوي على مخاطر، وإن الحكومة تمكنت بصعوبة من تعبئة 2500 مليون دينار لمجابهة كوفيد-19. وأكد يعيش أن الأجور لشهر أفريل الجاري ستصرف في وقتها، وأن الحكومة تعمل على توفير الموارد لتوفير تمويلات للأجور لما تبقى من سنة 2020 في ظل هذه الظروف الصعبة. وأشار إلى أن تأخير القروض يكلف الدولة سنويا مبلغا يقدر ما بين 3 و4 ملايين دينار، إلى جانب التأثير على المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى تدخل في ظل إمكانية توقف البعض منها. إلى جديد الساحة الرياضية، توجه الدولي التونسي السابق ومدرب هارتفورد الأمريكي راضي الجعايدي برسالة عبر مقطع فيديو تحدث فيها عن تجربة مكوثه في المنزل خلال فترة الحجر الصحي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. في المقابل، أعلنت رابطة الدوري البلجيكي فريق كلوب بريدج بطلا للموسم الحالي في وقت مبكر وقبول الترتيب الحالي قبل جولات من النهاية. وجه راضي جعايدي المدافع الدولي التونسي السابق والمدرب الحالي لفريق هارتفورد أتلتيك المنتمي إلى الدرجة الثانية الأمريكية رسالة خاصة عبر مقطع فيديو يتحدث فيها عن تجربته خلال فترة مكوثه حاليا بالمنزل توقيا من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أكد جعايدي أنها تجربة جديدة ومن نوع خاص وبمثابة تحدي، حيث وجب ملء أوقات الفراغ من خلال برنامج يومي خاص وثري يقطع مع الرتابة. وأضاف جعايدي الذي كان يشرف على حظوظ شبان فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بأنه يمارس الرياضة بشكل يومي بانتظام، حيث يخرج للركض لمسافة 5 كيلومترات بالإضافة إلى الاجتماعات اليومية مع اللاعبين وباقي الإطار الفني للفريق عن بعد. كشفت تقارير صحفية متطابقة أن النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا تبرع سرا بمبلغ 750 ألف جنيه استرليني للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. صحيفة ميرر بريطانية أكدت أن نيمار تبرع بهذا المبلغ سرا لمنظمة اليونيسيف وصندوق تضامن خاص بالمشاهير. أوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم بإنهاء الموسم الكروي الحالي وإعلان كلوب بروج بطلا قبل جولات من النهاية واعتماد الترتيب الأخير كتصنيف نهائي باعتبار تصدر بروج الترتيب الحالي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقي خانت وهو 16 نقطة أمام شارلو روا صاحب المركز الثالث قبل تعليق منافسات البطولة الذي كان مقررا في 30 من أفريل الجاري. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على قرار رابطة الدوري البلجيكي بمنح بروج درع البطولة في 15 من الشهر الحالي في سباقة هي الأولى بالنسبة إلى القارة العجوز التي تعاني جائحة كورونا، كما تم في وقت سابق إلغاء منافسات الدوري الفاصل للبلاي أوف الذي يدور بنظام بطولة مصغرة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
4 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 500 بعد تسجيل 40 إصابة جديدة. تأجيل النظر إلى يوم غد في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. توقياً من فيروس كورونا، الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتخذ إجراءات استثنائية لتأمين خدمات للمضمونين الاجتماعيين. وبإمكانكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات قسم الأخبار، سهرة طيبة.